عايزين نعرف حضرتك تجديد الخطاب الديني ودوره في انتهاء العنف في المجتمع المصري. ما أحوجنا إلى فهم كتاب ربنا وسنة نبينا، حيث ابتدأ الله تبارك وتعالى كما أبتدئ حديثي مع حضرتك بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فيكرر الله تبارك وتعالى حتى يترسخ في الأذهان أن الإسلام دين الرحمة، الإسلام دين النظام، الإسلام دين الاجتماعية وليس الانعزالية والانفرادية، الإسلام دين التسامح، الإسلام دين العفو، الإسلام هو الذي قال لنا الجزاء الإحسان إلى الإحسان، الإسلام هو الذي علمنا كيف نتعامل مع الآخر وإن كفر بديننا، كفر بالقرآن وكفر بالسنة، إلا أنه قال لنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اللي كفر بي وكفر بكتابي وبسنتي أتعامل معه طالما ما عملش معايا حاجتين: لم يقاتلني، لم يظاهر على إخراجي من بيتي، أبره. يا أستاذتنا الكريمة بارك الله فيك، البر جاء مع الوالدين. الله تعالى يطلب منا أن نبر بمن كفر به بقرآنه وبسنته، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، توصلوا إليهم العدل، توصلوا إليهم العدل، فالله عز وجل يحب المقسطين. هذا هو الفهم الصحيح للقرآن الكريم. لكن هناك من يكرهنا ويحسدنا ويبغضنا على وجه الأرض فيرسي في ديننا في برامج أو في صحف أو في جرائد أو على ألسنة بعض المتحدثين في منبر هنا أو هناك مفاهيم غير إسلامية غير قرآنية. فما نراه من يحرق إنسانا أو يذبح إنسانا أو يقتل إنسانا، القرآن الكريم تكلم على الإنسانية بشكل عام، فقال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لأن تهدم الحجرة كعبا كعبا، لأن تهدر عفوا الكعبة حجرا حجرا، خير عند الله من أن يراق دم واحد مسلم. يا الله، إذن هذا الرجل الذي يقتل ويقول الإسلام يقول كهذا، أين أنت من رسول الله؟ كيف تريق دما بغير حق وبغير لم يقتلك، لم يرتكب شيئا يستحق عليه القتل، فكيف قتلت؟ ولذلك يتعلق برقبته يوم القيامة ويقول: ربي خذ لي مظلمتي من هذا الرجل وسله فيما قتلني، فلا يترك له حسنة بعد أن قتل. ويكفيني وإياك وهؤلاء القتلة الذين هم على الساحة قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. من وجهة نظر حضرتك، لماذا يتم إلصاق الإرهاب والعنف بالمسلمين؟ هل ده بسبب إساءتنا إحنا للإسلام ولا الصورة إيه وصل غلط؟ أحسنت. هناك من يتربص بنا في العالم، الصهيونية ومن وراءها، يصنعون الإرهاب في بلادهم ويلصقونه بالإسلام، يصنعون قتل 500 واحد مثلا في بلدهم ثم يهجمون على بلد كالعراق ويقتلون فيها الملايين أو أفغانستان أو إلى آخر ذلك. الإرهاب ليس صنعتنا، ليس ديننا، لا يتقابل مع نفوسنا. إن الشعب المصري لا يقبل طبعه الإرهاب. الشعب المصري أرادت الشيعة في زمن من 1000 سنة وزيادة أن يجعلوا الأزهر شيعيا، فأراد الله عز وجل له أن يكون سنيا وسطيا، يدرس المذاهب الأربعة حتى يظهر أبناء مصر في بلدهم وهم على عمق في الفكر، ويعرف أن فلان خالفني في الرأي لكنه على وجه صحيح، وأن الحق تتعدد وجهاته وتتعدد طرقه، ليس الحق شيئا واحدا. فمن صلى على المالكية صحيح، وعلى الشافعية صحيح، وعلى الأحناف صحيح، وعلى الحنابلة صلاته صحيحة. ليس عندنا في الأزهر الشريف ضيق الأفق، فعدونا يتربص بنا، يصنع الإرهاب في بلده ويصدره لنا، أو يأتي في بلدنا ليحرش بيننا ويقول لهؤلاء: أنا معكم وأنتم على الحق، ويقول لهؤلاء: أنا معكم وأنتم على الحق. وربما يأتي لبعض الشباب ببعض الآيات
التي نزلت في الكافرين ليطبقها على المسلمين، التي نزلت في حاكم كافر ليطبقها على حاكم مسلم يصلي، ونرى علامة الصلاة في رأسه، كيف تكفره؟ من أنت حتى تكفره؟ ولذلك ما أحوجنا إلى الرجوع إلى أزهرنا الشريف وإلى فكره الوسطي حتى يأتي اليوم الذي لا نسمع فيه كلمة إرهاب في بلادنا. نحن لا نحب الإرهاب ولا نرضى به، والذي يحبه ويرضى به سيرهبه الله في الدنيا والآخرة.